اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره امير عبد الحليم محمد عبد الوهاب. قبل ما اروح لامير طبعا عشان ما تضايقش مني، هذه الفقره المحببه جدا الى قلبي امير مشرفنا. والله كنت هقول لك هقلق المايك واخرج لسه هلف، قلت هيمسكها لي يقول لي نسيت المره دي يا كريم. عامل امير حبيبي يا كريم، ومبسوط كالعاده ان انا معاك، ومبسوط ان انا لاول مره مع هوبه مشرف ومنور كالعاده. نورك يا كريم، ونفس الكلام يعني مش محتاج ازود حاجه على كلام امير، يعني ان انا بتشرف دايما ان انا اكون معاك ومع امير، يعني كلام بيحلو في الكوره معايا. اول كده قبل ما نخش في الدوري الانجليزي، نار كاتب تويتر، الدوري الانجليزي ده حاجه كده مفرحه مبهجه، تحس انك منتشي، تحس انك مودك حلو، تحس انك عندك طاقه ايجابيه، كل حاجه حلوه في الحياه اول ما الدوري الانجليزي بيبدا. بس انا اخش معاك في الدوري الانجليزي النهارده، كنت بتكلم في موضوع خطير جدا، يعني الناس قريته عنوان كده وعدته، انه في انجلترا بيفكروا يلغوا ضربات الراس. عدى عليك الموضوع ده؟ لان هم يعني في مرحله الناشئين كانوا المفترض ان هم بيدرسوا فكره ان هو اصلا تتلغي التدريبات بتاعه الراس دي في مراحل الناشئين تماما. صح. علشان يعرفوا اذا كان الموضوع فعلا ممكن موضوع مرض الخرف بالظبط ممكن يؤثر ولا لا. صح. بس في النهايه يعني هي لازم اساس من الكره، يعني الكرات العرضيه، يعني انت النهارده بتتكلم مثلا عن واحد زي داروين نونيز ده لا تفهم، انت بتتخيل في كره جايه لك عربيه كده هتفوتها لحد ما تنزل على رجلك مهمله قوي، وهالاند كده خلاص جوارديولا هيطلع يقول لهم انتوا نصبتوا عليا بعد ليفاندوفسكي الراجل، يعني الراجل هيعمل ايه بعد كريستيانو رونالدو؟ خلاص كده هيعتزل مثلا. فالدنيا هتبوظ. فتهيأ لي يعني ان هم اعتقد يعني لسه لما نشوف هيحصل ايه، بس اعتقد ان هم ممكن مثلا هيبتدوها من سن معين. هم انجلترا فعلا بدأوها من سن 12، قال لك 12 هنجرب موضوع ان ما يبقاش فيه ضربات راس لا في التدريبات ولا في المباريات، ونشوف نفعت ولا ما نفعش. لو نفع هنخليها بشكل رسمي السنه اللي بعدها. رسمي دي معناها ايه؟ انه لو الكره جت في دماغك تبقى زي لمسه اليد كده، لو تبقى مخالفه بقى خلاص. بس انا بصراحه ما اعتقدش برضو ان ده هيبقى على مستوى البريمير ليج، يعني اعتقد ان ده هيبقى على مستوى بالظبط الشباب والناشئين، بحيث ان هي دي مثلا الفتره اللي بيبقى فيها مراحل تكوين الجسم. فيبقى عايزين اكيد ان هم يحافظوا برضو على بس هو برضو اللي مخليني برضو شاكك، يعني انا لما كنت بقرا النهارده وبجهز الحلقه في الموضوع ده انا كنت شاكك، قلت لا صعب زي ما امير كده اللي هو مستحيل. بس لما تيجي تقرا بقى التقارير والحاجات اللي عملوها والاختبارات والتفاصيل دي، يقول لك لا الناس دي ما بتهرجش. هيجي يقول لك ايه؟ صحه البني ادم عندي اهم من كره القدم اصلا، ما تلعبوهاش، انا عايز الناس تبقى عايشه. فيحسسك برضو انه ايه، لا في خطوره ما انه الناس دي ممكن تصدق الموضوع، يقول لك لا ملاش بقى ضربات راس خالص. وارد يعني، بس هو نسبه يعني ما احنا برضو يعني نشوف القرار ده يعني قرار ليه منطق ولا ملوش منطق، لما نشوف النسب ونشوف وندرس الموضوع ده بشكل مفصل يعني وبشكل دقيق. بس هو يعني انجلترا كده معروف عنها ان هي في حته والعالم كله في حته برضه، هم عندهم حته الاختلاف دي. صح. يعني بيقصدوها كده وبيطلعوا بيها، يعني فكره ان كره واحده اللي بتلعب بيها ماتشات البريمير ليج ليه يعني؟ هم غيروها دلوقتي. بس يعني الموضوع غريب الصراحه، وده هيبعدهم عن بقيه العالم، ومستحيل ان الفيفا او الاتحاد الاوروبي يطبق كده، فده هيبعدهم عن العالم ويخلي خططهم كلها قايمه على اللعب بالرجل. فده يعني مش عارف، حاسس ان سلبياته اكتر بكتير قوي من ايجابياته، الا اذا لو في منطق للموضوع ده وفي احصائيات بتقول عن لعيبه كوره حصل لها بعد الشر يعني الخرف او اي امراض تانية من لعب الكوره بالراس. يعني الدوري الانجليزي مع بدايه الدوري الانجليزي كل موسم تحس كده ان في اربع خمس فرق هينافسوا على الصداره، بعد كام مباراه بيتبقى واحد او اثنين، وغالبا بيبقى ليفربول ومانشستر سيتي على مدار السنوات الخمس الاخيره تقريبا. السنه دي حاسس انا كريم انه فعليا لا، المنافسه هتكبر عن ليفربول ومانشستر سيتي. تشيلسي هيخش، توتنهام شكله هينفجر، ارسنال شكله مش بعيد، ومانشستر يونايتد طبعا هو ونصيبه لسه ما شفناهوش. فالمنافسه السنه دي تحسها حقيقي هتبقى قويه. لو احنا هنتكلم من فكره الجاهزيه وفكره بقى عمق القايمه والتنافس على المستوى العالي لسنين طويله، فاكيد هنقول مانشستر سيتي وليفربول لازم يبقوا موجودين. صح. الفرق ايه المرشحه ان هي ممكن تدخل في التنافس؟ انا بالنسبه لي رقم واحد توتنهام، ومن قبل حتى كمان الاكتساح الكبير لساوثهامبتون النهارده، لان توتنهام عامل حقيقه سيزون انتقالات كويس جدا، معاهم واحد من افضل المدربين في العالم انطونيو كونتي، والراجل خبير، كسب الدوري ده قبل كده بعيدا بقى عن انتصاراته في الدوري الايطالي، فالراجل كسب الدوري مع تشيلسي قبل كده. السنه اللي فاتت عمل انجاز، انا بالنسبه لي لما كنت بتكلم عليه كنت بصنفه انه زيه زي الفوز بالدوري الانجليزي، ان انت تروح لتوتنهام في الوضع الصعب اللي هم كانوا فيه، وتقدر ان انت تفنش الدوري في المركز الرابع وتتاهل بيهم وتعود بيهم لدوري ابطال اوروبا، فده بالنسبه لي كان انجاز كبير. علشان كده
اداره توتنهام قالوا له يعني شبيك له بيك، احلامك ايه، عايز ايه في موسم الانتقالات. فهو بصراحه عمل صفقات كويسه جدا. فكره ان هو يضم تحديدا ريتشارلسون مع بيرزيتش، الاثنين بالنسبه لي ده اللي بيضرب مفك في فكره ليه كان توتنهام بعيد عن التنافس في السنين اللي فاتت، لان كان توتنهام مرتبط بمستوى سون وهاري كين. صح. فانت النهارده بتجيب اثنين هيقدروا ان هم برضو يدوك عمق في القايمه ويدوك نفس طويل في التنافس، لان انت عندك دوري ابطال اوروبا السنه دي. اللي بيحب انطونيو كونتي زي هوبا كده او متابع لل او متابع لا او متابع للدوري الايطالي، هو النهارده كان بيبكي على لاعب هو بيتفرج عليه. مين كان في توتنهام؟ كولوزوفسكي. لا خالص ما كنتش بتبكي عليه؟ خالص. لا انا كنت اقصد بتبكي عليه عشان كنت بشوفه كده مع اليوفي. يعني بس هي بص هو في يعني بص في لعيبه في العالم كده بتتالق وبتكسر الدنيا في خطه ال 3 4 3 او 3 5 2، ولما بتلعب بخطه مخالفه بقى 4 3 3 4 2 3 1 بتشوف مستوى تاني خالص. صح. لعيبه الاظهره الاجنحه يعني مثلا لعيب زي ماركوس الونسو ده بتلاقي قمه تالقه مثلا مع كونتي لما كان ماسك تشيلسي في الثلاثه بالظبط مع توخيل كمان حتى قبل وجود شلول وبعد وجود شلول. لعيب زي اشرف حكيمي، اشرف حكيمي مع دورتموند ومع كونتي كان مكسر الدنيا وواحد من اجمد الاظهره الموجوده في العالم. دلوقتي مع باريس سان جيرمان مش بنفس المستوى برضه. كولوسوفسكي برضه بقى غير موضوع الخطه ده، ان فكر كونتي بيسيب الاستحواذ بشكل كبير للفريق اللي قدامه وبيلعب على التحولات الهجوميه. هو كان متالق جدا مع بارما لما جه اليوفنتوس قدام فرق بتتكتل في المنطقه بتاعتها وبتلعب كوره دفاعيه شويه مش بتستحوذ على الكوره، مطالب ان انت تبقى على طول منتج وان انت تواجه بدل المدافع اثنين وثلاثه، كان الموضوع مختلف تماما. فبالنسبه لي لا، كلوسوفسكي مناسب لظروف معينه وخطط معينه. انت حاطط عناوين لطيفه النهارده من المباريات، قول لي كده عنوان عنوان. طيب نبتدي بليفربول. طيب ليفربول مباراه النهارده مش عشان التعادل، حتى لو ليفربول كان قدر يكسب بان ان في الفرقه في عدم توازن شويه. ده العنوان، ليفربول يفتقد التوازن. بالظبط. ست لعيبه من ال 11 لعيب الاساسيين اللي موجودين في ليفربول النهارده فوق ال 30 سنه. نص ملعب ليفربول كان اقرب لان هو يبقى نص ملعب مترهل او مفتقر لللياقه البدنيه، ما كانش بيسترجع الكوره مع خطه الضغط العالي اللي كلوب بينفذها مع ليفربول في اخر اربع خمس سنين. شفنا ان المشاكل اللي بقالها شويه بتظهر في ليفربول بدات تظهر قوي، زي التغطيات العكسيه اللي موجوده مثلا لالكسندر ارنولد، زي ما شفنا فان دايك في التحولات السريعه مش قادر ان هو يجاري كسرعه ممكن في اول الموسم، كان كمان ماتب معاه كان متهور وكان مندفع جدا، نفس الكلام بالنسبه لفابينيو، هندرسون كان بيحاول لوحده شويه. خلق اللعب وصناعه اللعب من خط نص ليفربول كانت قليله جدا. لويس دياز زي ما كنت اتكلمت معاك هنا يا كريم كان غير منتج، هو لعيب ممكن يعدي مره واثنين بس غير منتج، ما بيقدرش ان هو يحول الفرص دي لاهداف. شفنا شويه حاجات ظهرت كده مع رحيل ساديو ماني، هل كلوب يقدر يعالجها؟ طبعا واحد من افضل المدربين في العالم. انا شويه مش عكس هوبا بس مش شايف ان ليفربول كان كارثي النهارده. يعني في كرة في القايم لدياز، في كرة في العارضة لهندرسون، في فرص كانت ضايعة من ليفربول. الضغط حتى الضغط العالي انا شفته حتى في الشوط الثاني على المستوى البدني كانوا بيعملوه كويس جدا، يسترجعوا الكرة بسرعة عشان يقدروا يعملوا هجمات. في الشوط النهارده ليفربول تصوري انه دخل المباراة دي بعد الفوز على مانشستر سيتي وهي مباراة اسهل من مانشستر سيتي فهنكسبها بسهولة، فممكن يبقى كان في اخطاء ساذجة سواء من ارنولد او حتى فان دايك في ضربة الجزاء. هو لسه لحد دلوقتي ليفربول في مرحلة التعافي من رحيل ساديو ماني. صح. علشان نبقى متفقين، وده واضح ازاي؟ واضح ان لحد نزول داروين نونس ليفربول كان سدد 3 كرات ولا واحدة ما بين الثلاث خشبات. في المقابل فولهام كان متقدم ومسدد 11 تسديدة منهم حوالي 3 أو 4 بين الثلاث خشبات ومنهم كان واحدة كمان في القائم. فهي دي مشكلة ليفربول. بعد نزول داروين نونس ليفربول تحول. صح. بس في مشكلة تانية، تيجو أليكانتارا لما خرج مصاب حقيقة إن إليوت لسه بدري. يعني هو مبشر لعيب بوتنشال، لكن هل
هيبقى هو بديل تيجو الكانتارا على مدار الموسم لان تيجو اصاباته كتيره جدا، فهل مثلا لما هيقع في فتره من الفترات هل ده اللي هيسد معاهم في دوري الابطال ويكمل معاهم منافسه؟ هل ده اللي هيسد معاهم في المنافسه على الدوري الانجليزي؟ اعتقد ان ممكن ليفربول في المتبقي من موسم الانتقالات يفكر في لعيب خط وسط كمان خصوصا بالظبط خصوصا مع اصابه تيجو. النهارده فابينيو برده كلوب بيخرجه بدري شويه وينزل ميلنر، فمعنى كده ان زي ما قال هوبا هي كانت مشكله ليفربول النهارده في خط الوسط. صح. موضوع التغطيه العكسيه ده واضح عند ارنولد من ده خلاص من ساعه ما طلع ملاعب ارنولد بالظبط وانت خسران نهائي دوري ابطال اوروبا بنفس الطريقه. صح. فموضوع التغطيه العكسيه دي مش الكره وهي بتتعمل عرضيه انت عارف وشايف ارنولد كده هيتهد. لا وميتروفيتش الناحيه اه ميتروفيتش ما شاء الله ده جون ال 44 ليه في 45 مباراه من بدايه الموسم اللي فات في الشامبيونشيب. ده يعني مفيش النسبه دي موجوده في العالم اصلا. لعيب هايل لعيب هايل لعيب هايل اعجاز يعني. فارنولد يعني ما شاء الله عليه هو محافظ على مستواه في الحته دي بالظبط. فهي مشكله ليفربول حاليا بالنسبه لي مش هجوميه على قد ما هي خط الوسط. عوزي. خط الوسط انت هل هتضيف عنصر جديد ولا هتكمل بالشكل ده؟ لكن انا بالنسبه لي شايف ان ليفربول ماشي خطوات كويسه. يعني هو في الدرع الخيريه عمل الحقيقه ماتش احسن بكتير من مانشستر سيتي اللي انا شايف ان ممكن على مدار الموسم هو بقى اللي يتاثر برحيل رحيم ستيرلينج وخيسوس اكتر من تاثر ليفربول برحيل ساديو ماني. لان الحقيقه نونيز من الواضح ان هو عنده كتير. يعني احنا بنتكلم كمان ان في تفاهم واضح ما بينه وما بين صلاح. صح. ودي مهمه قوي يعني. صح. الجول اللي جابه النهارده قبلها بدقيقتين ثلاثه مضيع اخوه بالظبط. فده معناه ان الاثنين متفاهمين. في الدرع الخيريه صلاح هو اللي صنع ضربة الجزاء اللي حصل عليها نونز وبعد كده ساهم في الجول اللي سجله نونز. في البري سيزون محمد صلاح بيسيب له ضربة الجزاء علشان يسجل ويدخل الأجواء بعد ما كان ماتشين الناس بتسف عليه وبتتريق عليه. فمن الواضح ان هو في علاقة ما بينهم. اعتقد ان ده هيساعد كتير ليفربول. يمكن حتى كمان يساعده اكتر من الشراكة اللي كانت ما بين صلاح وماني. على الله. الناحية الثانية تشيلسي بمناسبة رحيم ستيرلينج اللي ذكره أمير هكلمك عن فكره انه ستيرلينج النهارده هو اللي ستيرلينج اللي عنده مشاكل كتيره في 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 تسجيل اهداف او اهدار الفرص السهله. النهارده توخيل قرر هو اللي يهاجم ستيرلينج. هفهم منك ازاي تشيلسي النهارده لاعب هجوميا تحديدا عشان كان شكله الهجومي تشيلسي النهارده بالنسبه لي كان غريب رغم انه كسب المباراه. بس الشكل الهجومي كان بالنسبه لي غريب جدا. بس نروح لفاصل ونرجع نكمل هذه المتعه الذي او التي لا تنتهي مع البريمير ليج وبالتأكيد لا تنتهي مع أمير عبد الحليم وهوبا. خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هوبا كنت أسألك على تشيلسي النهاردة ما كانش ممتع. ما يعني متصور تشيلسي مع التدعيمات كمان تحديدا ستيرلينج كوليبالي هيبقى أحسن بكتير من الأول. حاسس إن تشيلسي لأ لسه بتاع نهاية الموسم اللي فات كان فقير وكان واضح ان العمق الهجومي اللي مش موجود ده مأثر جدا على طريقة لعب تشيلسي. تشيلسي من الفرق اللي بتلعب بثلاثة زي ما احنا كلنا عارفين بتعتمد على الأظهرة الأجنحة بتوعهم يعني سواء بقى جيمس على الجنب اليمين أو تشيلويل أو ماركوس ألونسو على الجنب الشمال. كان في نشاط شوية حوالين منطقة الجزاء من الأطراف لكن ما كانش فيه المهاجم المتمركز جوه منطقة الجزاء إن هو يقدر يحول الفرص دي لأهداف. نص ملعب تشيلسي كان كانتي ظاهر فيه بشكل كبير بس في نفس الوقت برضو الكرة كانت مباشرة قوي إن يبقى فيه أي صناعة فرص. كان فيه اعتماد بشكل أساسي على ستيرلينج إن هو يلاقي الحلول بس ستيرلينج كان بيخش في الزحمة جدا مش ما بيقدرش إن هو يتصرف بالكرة بشكل كبير. خدت بالي برضو تشيلسي النهاردة جالهم فوق ال 16 او 17 ركنيه ما عرفوش يستغلوا ولا واحده فيهم. صح. دي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لتشيلسي. دفاع تشيلسي محتاج للترميم حتى مع وجود كوليبالي. تياجو سيلفا وكوليبالي واصابات عضليه كتير جدا خلت ان تياجو سيلفا كمل المباراه بالعافيه. بس النهارده مان اوف ذا ماتش تياجو سيلفا في المباراه دي. تياجو سيلفا كان رائع واسبليكويتا برده اسبليكويتا وكانتي كمان. فانت بتتكلم على اثنين في الدفاع وعندك كمان معاهم كوليبالي فانت بس هو من كتر برضو ما هو في مساحات في دفاعهم تياجو سيلفا في سبرنت خده مع مهاجمين ايفرتون جاله شد كوليبالي نفس الفكره. الفكره كمان ان هم ما عندهمش بودله. أيوة. للثلاثه اللي بيلعبوا حتى اسبليكويتا كمان مش سنتر باك فهم هيواجهوا مشاكل في عمق التشكيله بتاعتهم على مدار الموسم كمان. العمق الهجومي اللي مش موجود يعني انا مثلا ممكن اشوف ان تشيلسي يحتاجوا مثلا مهاجم خبره زي مثلا جاكو
زي ما كان موجود جيرو مثلا من سنتين مثلا. هم محتاجين المهاجم رقم التسعة ده، لان هم بيلعبوا كمية كور عرضية وكور ثابتة كتير قوي، وما فيش اللي يقدر يقابلها او يحاول الفرص دي. الاهداف كلها عبارة عن اختراقات من ميسن ماونت او من ستيرلينج مع تدخلات الاظهرة. فشفت ان تشيلسي فقير شوية، كان تجاري جدا وخط دفاعه محتاج ترميم. انا عندي بقى مهاجم ما حصلش لتشيلسي بصراحه والله ما يرجع، ماريانو دياز. ما يعني والله والله ابدا. طب لا والله، طب هو انت عايزه في تشيلسي؟ لا 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 مش عايزه تشيلسي، مش عايزه هم والله ابدا. هو ليه بقى ماريانو دياز اصلا مهاجم؟ ما تفهمش ليه، ليه اصلا هو بيلعب كوره؟ انا ما شفتوش اصلا. وليه ليه بجد والله؟ هو فعلا ما عندوش امكانيات المهاجم، ومش عايز يمشي يعني، ما عندوش امكانيات المدافع. بس بروخا لما نزل على فكره، وكوكاريا برضو، عشان بنقول يعني كوكاريا كان ثابت جدا في المستوى وكان ليه انطلاقات مهمه، وبروخا كان مهاجم يعتمد عليه يعني كرقم تسعة، بس طبعا ما ينفعش يبقى المهاجم الاساسي بتاع تشيلسي على مدار الموسم. يعني توتنهام حكايه بقى، توتنهام هو اللي حكايه بصفقاته، بكونتي، بكل حاجه. توتنهام انت قلت لنا ان انت حاسس انه هيكمل منافسه، ما هيكمل للاخر ولا هي عند تات ورابع ويبدا ينافس؟ هو توتنهام لو خلص ثالث هيبقى نجاح يعني أصلاً. هو طبعا انت بتتكلم عن ان هو الفريق السنه اللي فاتت كان عنده مشروع ان انا اخلص ضمن التوب فور، فراحهم لنونو سانتو، وكان عندهم المشكله بتاعت هاري كين ان هو كان منقطع وعايز يروح مانشستر سيتي، فالفريق تاثر كتير قوي في بدايه السيزون، وقع نقط كتيره، فنونو سانتو مشي طبعا بعد الموضوع بتاع جوزيه مورينيو. بعد كده جه كونتي، فكونتي انقذ ما يمكن انقاذه، وطبعا كان انجاز كبير ان هم يخلصوا رابع في النهايه، فحققوا تارجت السيزون، وبناء عليه عملوا صفقات. يعني بناء عليه بقى شفنا بيسوما، وشفنا ريتشارلسون، وشفنا بيرزيتش، دي كلها اسماء ما اعتقدش ان هي هتخلي توتنهام منافس على اللقب، لكن في النهايه توتنهام بقى دلوقتي عنده عمق في القائمه لانه داخل بطولات تانية. كمان هو كونتي سمعته ان هو دايما بيخرج من مجموعات دوري الابطال، فبرضه عشان كده بقى ما بحبوش يعني قدام جالاتا سراي، قدام كل يعني انتر ميلان. لا انا بتكلم على وقت اليوفي يعني. لا وحتى كمان مع انتر ميلان يعني، انتر ميلان لما يبقى في مجموعه واحده مع ريال مدريد ومعهم شختار وما يتاهلش في النهايه، فبرضو هي سمعه كونتي مش كويسه في دوري ابطال اوروبا. هل هيغيرها؟ هل هيقدر ان هو بالتشكيله دي يكمل فيه؟ بس انا اعتقادي ان هو لو راح ركز على دوري الابطال، وخصوصا لو وصل للفتره اللي هي الفتره بتاعت يناير وفبراير، اللي هي الفتره بيبقى فيها ضغط ماتشات مع دور ال 16 بتاع دوري الابطال، اعتقد دي الفتره اللي ممكن توتنهام يوقع فيها. هو فاضل لي دقيقه وفي ارقام عظيمه قدامي هنا عايز اقولها لك. طيب انا سريعا بس في حته توتنهام، كونتي من افضل الناس اللي موجودين في العالم دلوقتي، بتستخدم الاظهره بتاعتها. عنده 3 شمال و2 يمين، كلهم النهارده شفنا سيسنيون بيحرز هدف، واميرسون ريال بيعمل اسيستين، وفي نفس الوقت عندهم عمق زي ما امير اتكلم. نتكلم بقى عن ارسنال الاول سريعا كده برضه عشان جمهور ارسنال يعني. ارسنال فرقه كانت ثابته في اول مباراه قدام كريستال بالاس، محتاجين عمق في تشكيلتهم، مش هيقدروا يكملوا الموسم ده، وتوتنهام ممكن يتفوق عليهم بشكل كبير. تمام. حابب تتكلم عن ايه؟ الارقام بقى، وانا شايف شويه معلومات قدامي حلوه جدا ممكن اقراها معاك. ان سيلفا اسبيكلوتا هم كانوا نجمي اللقاء النهارده في الاسبوع الاول مع تشيلسي. تشيلسي عانى من غياب العمق الهجومي طبعا، اهم رقم في العالم يعني، هو ارقام محمد صلاح اللي بيكسرها في العالم. طبعا انت اكيد اتكلمت عنها، وهو سادس موسم على التوالي بيحرز في اول مباراه في الموسم، وان هو بيتقدم للمركز الثالث في قائمه هدافين ليفربول على مدار تاريخه في الدوري الانجليزي، متعدي بقى او بيعدي يعني مايكل اوين، وعلى بعد 9 اهداف من روبي فاولر الهداف التاريخي ليفربول في بطوله الدوري. توتنهام عندهم ارقام كبيره، ان كولوسوفسكي لغايه دلوقتي صنع 9 اهداف من اول ما انضم لتوتنهام في يناير اللي فات. ارقام كبيره برضو بالنسبه للارسنال، ان مارتينيلي قادر ان هو يحقق هدف ليه في اول مباراه ليه في الموسم الجديد يعني. فشويه ارقام كده بس يعني، في الاول في الاخر هي بتقول حاجات عن انجازات محمد صلاح وعن اداء الفريق. بمناسبه محمد صلاح عشان بختم بس، انه يقول لك انه احنا عندنا تشبع من محمد صلاح، احنا عندنا تشبع من اللي بيعمله محمد صلاح. مش مصدقين. هو في العادي كان دايما نقول المحترف ده تشبع بالبطولات والانجازات، هو لا يتشبع واحنا بدانا نتشبع، اللي هو النهارده بقول للناس محمد صلاح جاب جول واسيست. طب عادي، ايه اللي حصل يعني؟ جاب بقى خبر طبيعي يعني. اللي هو عادي يعني. امير شرفت ونورت. شرف ليا كريم، مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. هو بشرفت ونورت كريم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا.